ريكورد. خرجت كورونا، خرجت كورونا وعلمكم كيف كانت الوضع كورونا، وما فيش مراكز فاتحة ولا مراكز داعمة لنا. طب الأطفال ذوي الإعاقة إيش بده يصير فيهم؟ توجهت لأخذ دورات أستغل الوضع هذا إنه ما في أي إشي. توجهت أخذ دورات في التربية الخاصة في تخصصي. يعطيكم العافية، أنا وحدة زيود، طالبة تربية خاصة من البقاء وطالبة ماجستير في الجامعة الهاشمية في التربية الخاصة للطفولة المبكرة، وحاليا بدرس دكتوراه في التربية الخاصة في الجامعة الأردنية. طبعا إحنا هنا في المركز بنعمل على فكرة دمج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وتهيئهم للمدارس الدامجة اللي الأردن الآن بتباشر إنها تعمل فيها وبتبني مؤسسات تعليمية تدعم فكرة المدارس الدامجة ودمج الأطفال من فئة ذوي الإعاقة مع الأطفال من دون ذوي الإعاقة. في المركز هون إحنا مقسم إلى قسمين، قسم للأطفال ذوي الإعاقة خاص فيهم مع جلسات فردية وجماعية، وقسم آخر للأطفال من دون ذوي الإعاقة نعطيهم أنشطة وجلسات تعليمية. المركز بيعتمد على تطوير المهارات ما قبل الأكاديمية، تطوير المهارات المعرفية، أيضاً تطوير المهارات الفنية، وأيضاً مهارات التفكير العليا. كمان إحنا بنعطي أساس للأطفال تعليمياً وفنياً، أيضاً بننمي مهارة التفكير الإبداعي والتفكير الناقد عندهم في ما قبل المدرسة، لأنه السنوات الخمسة الأولى من حياة الطفل هي أهم سنوات لحتى نبني هاي المهارات عندهم كأساس، بحيث أنهم ينطلقوا في رحلتهم التعليمية بأقل قدر من المساعدة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة أخصائية التربية الخاصة هبة الطهراوي. بداية سعد مساكي. ويسعد مساكي، وأهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم علينا وعليكم. كل تزوى الله فيهم. في البداية طبعا حضرتك صاحبة مركز سبيل الخير لتنمية وتطوير قدرات الأطفال والاستشارات التعليمية وبالتحديد في منطقة سحاب. اتعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول إشي أنا تخرجت كورونا، خرجت كورونا وعلمكم كيف كانت الوضع كورونا وما فيش مراكز فاتحة ولا مراكز داعمة لنا. طب الأطفال ذوي الإعاقة إيش بده يصير فيهم؟ توجهت لأخذ دورات أستغل الوضع هذا إنه ما في أي إشي. توجهت أخذ دورات في التربية الخاصة في تخصصي. أخذت الحمد لله تقريبا 12 دورة في الزرقاء، ما كانت بسحاب لأنه سحاب كمان تفتقر لهذا الإشي. وأخذتهم الحمد لله. طبعا جائحة كورونا انتهت وعدت على خير. بعديها الجامعة الهاشمية طرحت تخصص ماجستير في التربية الخاصة ودغري انتقلت إله، والحمد لله هيودنا خلصت سنتين ماجستير ونستنى في المناقشة بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المركز؟ طبعا إحنا في مجتمع دائما الأطفال في بعمر الخمس سنوات الأولى دائما ضايعة من عمر الطفل، مع إنها أهم خمس سنوات لتنمية وتطوير قدرات الطفل وتأهيله لمرحلة عمرية قادمة. طبعا احنا هون كمان في المركز ما بنهتم انه نعلم الطفل، احنا هدفنا الرئيسي في هذا المركز كيف نوصل المعرفة والفكرة للطفل عشان يتقبل الاختلاف بيننا، بحيث كل ما تعرض للاختلاف هو صغير كل ما صار الاشي متقبل للطفل بشكل اكبر واحسن. احنا كاخصائيين تربية خاصة كمان عندنا فرصة العمل قليلة جدا، مشان هيك كمان برضو
تطرقت إني أفتح مركز خاص مشان ندعم الأطفال ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة مشان ننمي قدراتهم التعليمية والتدريبية عندهم. نعم، شو هي أهم الخدمات اللي عم بتقدموها عندكم بالمركز؟ أهم الخدمات اللي إحنا بنقدمها للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من غير ذوي الإعاقة، طبعاً هاي كله حسب حاجة كل طفل إلها. وعندنا مثلاً عندنا أطفال بحاجة إلى جلسات علاج وظيفي، جلسات علاج طبيعي، جلسات سلوك لفظي، ممكن أطفال بحاجة إلى جلسات تعديل سلوك فقط. طبعاً هون إحنا بنرجع نحكي كل طفل حسب حاجته، والأطفال ذوي الإعاقة عندهم فروق فردية، صعب نحدد شو هي الجلسة أو صعب نحدد إيش مهام الجلسة إلا لما نكون مقيمينهم شخصينهم، وضعنا الأهداف إله، بعدينك بتكون هاي الجلسة شاملة لجميع أهدافه، إيش بيحتاج كل طفل، كيف بيتعامل معه. بنحكي إحنا كل طفل إله خصوصية في الجلسة، بيحتاج ما بنقدر نحدد برضو كمان مدة الجلسة كم تحتاج، قديش بدي أحط له عددها كمان. برضو كمان نوع الجلسات، بتكون عندنا جلسات فردية وجلسات جماعية. الجلسات الجماعية بيجتمع فيها أكثر من طفل، طبعا بنقدم لهم مهارات فيها والمشاركة. مثلا عندنا الجلسة الصباحية بتشمل قراءة القرآن أو قراءة قصص أو مثلا الغناء، عندنا كمان بنعلم العزف على البيانو. ممكن كمان انها تضم الجلسات الجماعية تدريب الأطفال جميعهم على لون معين. طبعا هون عندنا الأخصائية بتنظم أنشطة حركية بحيث يتشارك كل طفل مع الآخرين، وغيرها طبعا أكيد من المهارات. أما الجلسات الفردية طبعاً بتغطي حاجة الطفل وبتساعده على إنه تخطي هاي المشكلات والصعوبات اللي بواجهها في المجتمع ومندربه عليها. طبعاً ما بننسى الأسر والأهل لأنهم هم اللي بيواجهوا صعوبة مثلاً في الصعوبات بالمجتمع وما حولها. الأسر هم اللي بيشاركوا الأطفال وبيشاركوا بيشوفوا إيش أطفالهم هم بحاجة، بيشوفوا إيش نظرة المجتمع إلهم. برضو بنرجع نحكي الأسر هم الإشي المهم في مركزنا، منعلمهم مندربهم. ودائما أنا كل أم بتجيني بحكي لها إنه أنا بقدم لطفلك 20% من المهارات التعليمية، الباقي عليكي انتي، انتي راح تدربيه، انتي راح تعلميه بالبيت، وقته كامل راح يكون معايا، هون راح يجيني اعلمه والباقي انتي عليكي. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ انتي شو حابة تعملي لقدام؟ راح يكون عندنا نظرة مستقبلية اكثر، ويكون عندنا تواصل بيننا وبين الاهل، ونقدم لهم دورات ارشادية ونقدم دعم للاهل وارشادات لنا ولهم. تحكي لي شوي عن أهم المشاكل اللي أنتم عم بتواجهوها بهذا المجال. وعي الأهل، استقطاب الطلاب، الدعم المادي والدعم المجتمعي للمركز. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلتي لهي المرحلة، فأنت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أول إشي بخص الشكر لوالدتي، هي اللي دعمتني وساندتني وخلتني أطور من فكرتي. وبشكر والدي العزيز على دعمه المادي والمعنوي برضو إلي. وبخص في الشكر الأكثر لزوجي، هو دعمني ماديا ومعنويا ونفسيا وشجعني على هاي الفكرة. وما أنسى بالشكر الخاص لأهل زوجي. بشكر الكادر المتميز عندي على تعلمهم للأطفال وتدريبهم وخبرتهم العلمية. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وشو هي طرق التواصل معكم؟ أنا الموقع سحاب مستشفى تتنجي مقابل العيادات الخارجية، مركز سبيل الخير. طرق التواصل اللي هي على التليفون. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر هبة طهراوي على حسن استضافتها لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتي شاشتنا وشكرا لك. الله، أهلا وسهلا فيك.